ما نقول اخوي فتح الله الحمد لله على السلامة، ما شاء الله عليك. لا 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 لا، مورد زاين يا ربي لك الحمد. وش الحمد لله على سلامتك والله، والحمد لله يا ربي انهجت فقرتين من رقبتك، ميب ثلاث ولا اربع ولا خمس. الحمد لله على السلامة ما شاء الله، الحمد لله ما انشل ما شاء الله. حرك اصابعك شوي، ما شاء الله. الحمد لله ما شاء الله، الحمد لله الحمد لله. والله شوف، والله ما حلفتني والله. صحيح اني طقيت اختي لطيبة طقيتها طق يوم دريت انها طقتك. صحيح ما انت مصدقني؟ سالك ري سالك ري. وترى يا اخوي فتح، ترى مو بقصد انها تكسر رقبتك، هو قصده شيء ثاني، بس سبحان الله جت في الرقبة. والله والله يا فتح لو انك شايفني وانا امعط شوشت وتصارخ ومعط شوشت، حتى شوف يمكن ترى باقي شعر. لا لا همك، غسلت يمكن جراح راح. ترى اختي تعتذر وودها تجي تزورك، وش رايك اخوي فتحي؟ سلموني على اختك، قولوا لها ان فتحي يحبك ويموت فيك ويقول لك ان تطالك. وش هو؟ الحين قاعد اقول لك امعط شعرها، امعط شعرها، وانت الحين قاعد تقول لها طالك؟ حط شعرها في مخباتك اختك، مطالك.